أفضل حل عملي لمشكلة سخونة اللابتوب وهي استخدام منصة التبريد العادية وجهاز التبريد البلاور اللي انت شايفينه دلوقتي اسمه كو كولر، وده بيجي من موقع أمازون مصر 600 جنيه. وفكرة عمل الجهازين مع بعض إن الجهاز من منصة التبريد اللي شايفينها ديت دي بتطلع الهواء لفوق، وديت لما تركبه الجهاز ده فيقوم مضر بالبلور اللي بيسحب الهواء السخن من اللابتوب. وبركب بس تركيبه بسيط جدا، بركب أي فتحة وأي منفذ في اللابتوب. وده اللابتوب راكب بعد تركيبه في منصة التبريد، ومنصة التبريد عايزة الشاحن 5 فولت 2 أمبير، وكو كولر عاوز شاحن 5 فولت 1 أمبير USB. هو طبعا بيطلع الهواء بارد من هنا، بياخده من هنا ويركب من خلال الجلد ده اي نوت بوك او اي لابتوب ويخرج الهواء من هنا. وده جهاز ضبط السرعات كده بالطفل كده بيشتغل، ونفضل نلف عكس مع اتجاه عقارب الساعة واحنا بنزود، حتى لما زودت السرعة صوته عالي كده بيشتغل بلور بقصة طاقته، واحنا طبعا مش شغالين بقى الا طاقته عشان الجو ايه شتا دلوقتي وبرد.